مساء الخير ميسا، والحمد لله على السلامة من الإجازة، والمشاهدين والمشاهدين الكرام في السي ام بي سي. أنا أعتقد أنه القراءة للسوق أو خلال الأسبوع هي امتداد لعملية الحقيقة منذ بداية الربع الثالث، لأنه بداية الربع الثالث واجه ضغوط كبيرة سواء كانت اقتصادية أو مالية أو حتى من الشركات المكونة في السوق، وهذا أعتقد تم التعرض إليها كثير. لكن الآن حجر الزاوية أو عنق الزجاجة اللي ممكن كيف نستطيع الخروج منه أو كيف تستطيع السوق الخروج منه، هو عملية أنه يعني لم يبقى معك غير محسنات وليس دعم، لأن الأساسيات التي تدعم الأسواق لا زالت بنفس الترند، لا زالت بنفس التوجه الاقتصادي، لكن المحفزات تأتي الحقيقة من داخل الشركات ومن داخل الجهات المنظمة زي هيئة سوق المال، ثم من داخل الجهات المنظمة في الدولة. ولو في وقت ممكن نربط الثلاثة هذه ونشوف ما هي هذه المحفزات او هذه الجذب بحيث انه يتحرك بالفعل. يعني ما الذي افتقدناه الاقتصاد. دكتور عبد الله خلال الفترة الماضية بالسوق اذا ما استثنينا عملية الاعلان عن النتائج؟ اعتقد افتقدنا في السوق الحقيقة ترى ليست نتائج فقط او توزيع ارباح كما يتم الحقيقة في الاسواق الناشئة او في اسواق الخليج بصفة خاصة. الاسواق تتوقع من الشركات ان تسمع عن أخبار أو إيضاحات تؤدي إلى قوة الملاءة المالية، نمو الشركة، وهذه تأتي طبعا نتيجة أما توقيع عقود جديدة أو استحواذات جديدة أو اندماجات جديدة أو دخول شركات للاكتتاب جديد. هذه افتقدناها الحقيقة في الفترة السابقة، وأعتقد سنفتقدها في خلال الثمان الأسابيع المتبقية من العام. طيب. الشيء الآخر، ليست هناك الحقيقة وعي لدى الشركات إلا بالتركيز زي ما قلت، يا أما النتائج أن تأتي جيدة أو يعمل لها تحسينات أو عملية التوزيع، إنه ما هناك نوع من عملية المحافظة على السهم. نعم. ووجود يعني أكثر اللي موجود الآن هي إدارة مساهمين تعتني بتسجيل المساهم وأسهمه، لكن ما عندها الفكر الاستراتيجي والماركتينج تحافظ على السهم في السوق وزخمه في السوق، وهذا كمان حتى تري في عملية التقويم اللي أنت تعرضت عليه لسابق. طيب، هل سنبقى مفتقدين هاي العوامل لفترة طويلة دكتور عبد الله، على الرغم من يعني النشاط يمكن اللي عم نشوفه هذه المرة من الجهات الرقابية الحكومية يمكن، وهذا يحسب للحكومة يعني التحرك بهذه السرعة وبهذا الشكل، إذا ما قارناه بالحركة اللي عم نشوفها من القطاع الخاص، يعني قوانين شفافية، وهذا بنربطه كمان يمكن بالتقرير الأخير الذي شهدناه من البنك الدولي حول عملية التسجيل الشفافية اللي عم تبديها السوق المالية. نعم ميسا، أعتقد نقطة جدا جوهرية. أنا أعتقد أنه قطاع الشركات، ودعنا نقول قطاع الشركات المدرج في سوق المال، وقطاع الشركات المدرجة في سوق المال هو دورها زي ما قلت أنا ليست عملية النتائج تحسينها خسارتها أو عملية التوزيع، هو دورها أن تكون هذا المنتج ذات فعالية، لأنه عنده عمليتين يجب الحفاظ عليها ويجب أن تمشي في خط متوازن، عملية نمو الشركة، عملية ملاءة الشركة، عملية جودة الخدمة أو السلعة، ثم عملية الحفاظ على السهم، لأنه فيه متداول لهذا السهم، أصبح له قيمة السهم، لم يعد زي الشركة الغير مدرجة في في في, في السوق. الشركات الحقيقة إذا لم تغير من تفكيرها، إذا لم يعني تخرج من جلدها القديم سواء بضخ دماء جديدة لمجالس الإدارة أو الاستعانة بالجهات ذات الاختصاصات، لن تواكب الحقيقة الحراك القوي والمبادرات في الدولة. الحراك القوي والمبادرات في الدولة نتيجة لعملية الأثار الاقتصادية على الاقتصاد الكلي والمشاكل سواء كانت التوظيف أو الإسكان أو حتى التجارة. فإحنا شفنا مبادرات، ثلاث مبادرات صحيح لا يتوقع أن تكون أثرها في خلال شهر أو شهرين أو المدى القصير، ولكنها للمدى البعيد، فمعناه في هناك فكر.
بعيد المدى أو استراتيجيات بعيد المدى بدأت تظهر. فأنا أعتقد بالتالي هذه الشركات ستخسر مواقعها، ونرجع مرة أخرى على الاعتماد على القطاع العام أو على الدولة. لا ننسى أنه سابق من إنتاج القطاع العام صحيح. الخطوط السعودية أرامكو، يعني هو أصلا، فأنت يجب أن تخرج من هذا التفكير، ولكن لا تخرج لمجرد أنك نعم. تطالب، لا، يجب أن تكون مستعد. باختصار دكتور عبد الله، اليوم المتداول إلى أي مدى عم يتبع أيضا حركة كبار الملاك؟ اليوم شفنا إيقاف لعملية سهم الأبحاث والتسويق إلى حين أن تفصح الشركة. اليوم عملية كبار الملاك ودخولهم على السهم أو خروجهم بملكيتهم منها، إلى أي مدى عم تعطي من جديد إشارة للمستثمر؟ الحقيقة يا أخت ميساء والمشاهدين والمشاهدات الكرام، مشكلة الحقيقة عملية، يعني تعبنا من كلمة الشفافية، لكن دعينا نحلل الواقع أو نشرح المشكلة. المشكلة أن الأسواق الناشئة وأسواق منطقة الخليج يسيطر عليها تجار وليست مستثمرين. نعم. فبالتالي يعني من الصعب انك تعمل عليهم رقابه في عمليه تفتيت محافظهم، لانهم حتى في اول في البدايه الاسواق عندما بدا الاكتتاب كانوا يروحوا يشتروا الهويات عشان يضيفوا، الان هم بيفتتوا هذه خوفا من اي ضرائب، خوفا مثلا من اي مساءله، فبيفتتوها فتصير المسؤوليه او توزع دمه زي ما يقولوا بين القبائل. انا اعتقد كذلك الوعي هنا نعم. وعمليه العمل من هيئه سوق المال الى انه يا اخي خليه يتركز ويكون له 50 او 20 او 30% من الشركه، هذا حيفيدك من ناحيتين. احنا مجتمع يعتمد على الاسم وعلى الثقه، فحتدي ثقه للشركه اكثر وحيدخل فيها ناس اكثر، ثم حتبدا تضرب المتضاربين او من يدخل في مجالس الاداره ويعتمد نعم. على المعلومه، وعندنا امثله كثيره نتيجه لهذا. ان شاء الله توصل الرساله دكتور. شكرا جزيلا لك يا دكتور عبد الله باعشن، رئيس مجلس اداره شركه تيم ون للاستشارات الماليه، كنت معي من الرياض.